الشغلة الثانية أنا بقول إنه نيجي نعمل إضراب اليوم ونعمل إضراب في السابق، إحنا الخطوة اللي من المفروض أو السلة بنطلع درجة درجة.
الاضراب هو يكون اخر حل. انا بقول انه مليح اننا نطلع بعد ما نتفق على الخطوط الحمراء، نعمل كاعتصام كاهل، اولادنا نخليهم في المدرسه، نشوف شو في مجال اننا نعطيهم في المدرسه يقدروا يتعلموا، واحنا كاهل ناخذ الدور بدل اولادنا، بدل ما نقول لاولادنا اطلعوا على الشوارع، احنا نطلع ونعمل اعتصام في المجلس. نقعد في المجلس حتى اننا نصل لصيغه وحلول اللي احنا بدنا اياها. انت مش حاطط انت بتقدر تجمعني أولياء الأمور في المدرسة إعلان الإضراب
تسعة. عشرة ولا تسعة؟ عشرة. اضراب، شو شعورك انت؟ ها؟ زعلانة؟ ليش؟ شهرين بتستنوا بهاي اللحظة. وانت؟ ليش زعلانة؟ انت حابة انك تتعلمي؟ انتوا بتشوفوا انه هاي خسارة لكم، خسارة كبيرة. شكرا لكم.